متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بكم وبث مباشر جديد من داخل قريه نجريج مركز بسيون بمحافظه الغربيه. مسقط راس الدولي محمد صلاح ابن قريه نجريج وقائد منتخب مصر، واستعداد القريه هنا والاهالي بداوا يتوافدون على القريه لمتابعه مباراه نصف النهائي بين منتخب مصر والكاميرون. يعني هنا الاهالي هنا بداوا يتوافدون على القريه لمتابعه المباراه، وسط يعني تشجيع و بين الاهالي هنا مترقبين المباراه التي ولقاء المنتخب امام الكاميرون، والكل هنا يامل في ان يفوز منتخب مصر على منتخب الكاميرون في المباراه التي سوف تجمع الفريق المنتخبين في 9 مساء اليوم. يعني بدا الاهالي في التوافد على المقهى هنا استعدادا للمباراه. خلينا نقرب اكثر من اراء المواطنين هنا عن المباراه. عم شعبان، عاوزين يعني قول لنا النهارده بقى انت توقعاتك ايه لماتش المنتخب النهارده ومنتخب الكاميرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ماتش خارج التوقعات، احنا ربنا يسهل النهارده ومنتخبنا يعمل حاجه حلوه. انا بتمنى من المدرب بتاعنا يكون جرى الخصم كويس وذاكر الثلاث ايام اللي قعدتهم دولت في طريقة الكاميرون بتلعب ازاي. الكاميرون مش بتلعب زي السنين اللي عدت، لا ده في طريقة جديدة اتبعوها اللي هي بيرفعوا من ناحيتين وفي اتنين بيلعبوا بهيدر حلو. فاحنا يا رب يكون الدفاع بتاعنا صحي والحكم يكون كويس. الحكم لو كويس النهارده وعادل مصر هتغلب ان شاء الله. انتوا النهارده بداتوا تجوا على القهوه النهارده قبل الماتش حوالي ساعه ولا ساعه ونص دلوقتي. احنا دايما اي ماتش لمحمد صلاح بنيجي قبل الماتش بساعتين ساعتين ثلاثه، والمنتخب طبعا ده المنتخب مش ليفربول، لا المنتخب لازم نكون هنا من بدري. وبنتمنى من ربنا ان منتخبنا يعملها النهارده زي ما فرحنا يوم كوت ديفوار ويفرحنا يوم المغرب، هيفرحنا النهارده. كنت بقى طبعا كنت متابع طبعا الماتش المغرب الماتش اللي فات، يعني محمد جاب جون وصنع جون. ايوه كنت يعني الماتش ده كان يعني شايفين الماتش ازاي وانت اصل أنا النهارده متفائل بحاجه. انا محمد صلاح لما بيعمل الجرعه وبياخدها اخدتها في الاولى وخدتها في الثانيه، انبسطت ان هو خدتها في الاثنين، خدتها في ماتش كوت ديفوار وخدتها في ماتش المغرب. بتفائل بالموضوع ده، بدعي من ربنا ان محمد صلاح يكسب الجرعه بتاع الماتش النهارده. ضربة البداية الأولى. أنت شايف النهاردة توقعاتك الماتش النهاردة إيه يا حاج؟ توقعات الماتش صعب. صعب صعب صعب. طبعًا أنت بتلعب على أرض الخصم. وطبعًا الجمهور هيبقى ياما وهيضغط على الفرقة بتاعتك. بس إحنا عندنا فريق كبير. إن شاء الله عليك. ونفسي المدرب يضغط الكاميرون من بدري شوية. أنا مش عايز أستنى لما يجي فيها جون واللعيبة بتاعتي تنفعل وبعد كده أضغط، لا. أنا عايز أضغط على الكاميرون من دلوقتي. انت متوقع ان اللاعب يلعب 120 دقيقه ولا المنتخب قادر؟ انا المنتخب بتاعنا لو لعب ضاغط زي منتخب حسن شحاته هنغلب مرتاحين. لو لعب زي طريقه حسن شحاته وضغطنا الكاميرون في نص ملعب ان شاء الله منتخبنا قادر يغلب الكاميرون. احنا مش اول مره نفوز على الكاميرون، احنا معانا مو صلاح احسن لاعب في العالم، ومعانا ناس ثانيه، معانا تريزيجيه ومعانا رمضان صبحي، ومعانا رمضان صبحي كفايه. انا نفسي رمضان صبحي يشارك. رمضان صبحي ده لعيب خطير خطير من الونج، بيرقص وخش وبيعمل كل حاجه، بس للاسف ان هو واخد ثلاثه واربعه في المكان ده. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يوفقنا ان شاء الله، وان شاء الله 2-1 باذن الله. ان شاء الله. انا اتمنى 2-0 اتمنى 2-0 بس هي 2-1 ان شاء الله باذن الله. حاجي بقى توقعاتك النهارده الماتش الكاميرون النهارده. توقعاتك النهارده ماتش الكاميرون ان شاء الله النهارده. ماتش النهارده ان شاء الله مصر هتغلب النهارده. لو لعبت بنفس السيستم بتاع المغرب احمد هنغلبه ان شاء الله بامر الله. طب انتوا بقى كبدا اهلي بدل محمد صلاح النهارده، يعني شايفين الاداء اللي بيعمله محمد في الماتش اللي متفائلين لمحمد ان شاء الله هيبقى ماتش حلو النهارده ان شاء الله. متوقع ان هو يجيب جول النهارده؟ ان شاء الله بامر الله بامر الله. شايف ان المنتخب احسن من الماتشات اللي فاتت كلها؟ يعني في ماتش كوت ديفوار والمغرب كان افضل. لا الماتشين الاولين ما تحسبهمش. من اول كوت ديفوار والمغرب كده احسب الماتشات صح. ما كانش فيه تشكيل مظبوط. توقعاتك ايه النهارده بقى؟ يعني المنتخب يكسب كام النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله النهارده المنتخب فايز بامر الله 2-1 بس هي يعني اكيد يعني احنا غالبين. احسن في 90 دقيقه ولا ممكن يطول 120 وضربات الجزاء؟ ده حسب برضو ايه اللعب برضو بتاعهم وحسب الهجوم على الايه
على الفريق الثاني. فديت حسب تسهيل ربنا وربنا معاهم ان شاء الله وهنفوز النهارده بامر الله. ان شاء الله باذن الله. بامر الله. بامر الله. زي ما انا شايفين هنا بدا الاهالي هنا في قريه محمد صلاح بيتجمعوا على القريه هنا ويعني متابعه يعني المباراه اللي هتبدا بعد ساعه ان شاء الله من دلوقتي وهي كله هنا في حاله ترقب في القريه لمتابعه المباراه ويعني ينتظرون ان يعني يرسم المنتخب المصري الفرحه من جديد على وجوه المصريين الذين يتابعون هذه البطوله ويعني يسجل محمد صلاح اي اهدافا في هذه المباراه. كمال ليه؟ قول لنا بقى توقعاتك ايه النهارده لمباراه منتخب ومنتخب الكاميرون النهارده؟ توقعاتنا ان شاء الله المكسب لمصر بامر الله ومحمد صلاح يجيب جون ان شاء الله بامر الله. انت كنت شفت طبعا الماتشات اللي فاتت الكاميرون والكوت ديفوار والمغرب يعني شايف المنتخب النهارده قادر ان هو ان شاء الله يحسم يتاهل دور النهائي ان شاء الله؟ بامر الله قادر بامر الله انه يتفوق وبجداره كمان. اهالي القريه هنا ردود فعلهم ايه بعد ال يعني بعد والله متميز بالاداء محمد صلاح يمكن انت ما حضرتش المباراه اللي فاتت معانا هنا؟ ولا الحمد لله كان الناس فرحانه ومبسوطه وبامر الله هيفرحهم النهارده تاني بامر الله. كله على امل ان شاء الله محمد يعني فرح الملايين النهارده. ان شاء الله بامر الله، محمد واللي معاه مش محمد لوحده. يلا وشكرا، خليني اشوف شغلي. زي ما احنا شايفين متابعينا متابعي اليوم السابع احنا هنا الكل هنا بيتابع المباراه يعني الكل مترقب هنا انطلاق المباراه في الساعة مساء والكل هنا يتأهب وينتظر أن يرسم المنتخب المصري الفرحة من جديد على وجوه ملايين المصريين وعشاق كرة القدم في المباراة القوية التي سوف يخوضها المنتخب في دور نصف النهائي أمام منتخب الكاميرون صاحب الأرض ويعني الكل هنا ينتظر ويأمل أن يحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره الكاميروني ويتأهل لمباراة نصف النهائي يتأهل لمباراة النهائي أمام السنغال. يعني هنا كما نتابع أهالي قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح بدأوا يتوافدون على المقاهي من الشباب والرجال والكل هنا ينتظر ويدعو بالتوفيق للمنتخب المصري ويدعو أيضا لمحمد صلاح بأن يكون يعني سببا في فوز المنتخب اليوم على نظيره الكاميروني في المباراة التي سوف تنطلق بعد ساعة من الآن بين منتخب مصر والكاميرون. شكرا حضراتكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان.